من ضمن الأسئلة، أنا معهد فني تجاري، صحنا أعمل المعادلة تاني ولا أكمل في معهد؟ أنا نصيحتي إنك تكمل في المعهد، يبقى أنت خريج معهد 4 سنين بكالوريوس تجارة، ده اللي يهمني، إنك ما تتخرجش وأنت معاك مؤهل متوسط أو مؤهل فوق متوسط. طبعا للأسف في الوقت الحالي سوق العمل العدد كتير اللي بيتخرج، فيقول لك انا شغالك ليه وانا عندي طابور معاهم بكالوريوس. فنصيحتي لو انت عاوز تشتغل في مكتب او تشتغل مش يعني ما عندكش صنعه مثلا او كده، لا حاول انك تكمل ويكون معاك شهاده ب4 سنين بكالوريوس، احسن ما تكمل لسنتين ويكون معاك هذا. الموضوع هيكون افضل من انك تستمر في هذا المعهد. نصيحتي اجتهد قدر الامكان وكمل علشان تحصل على شهاده مؤهل عالي. دايما بنقول المؤهل العالي الفرص بالنسبة له بتكون أفضل من خريج المؤهل المتوسط والفوق المتوسط. وفي الوقت الحالي للأسف عشان تجد فرصة في مكان كويس يديلك مرتب كويس لازم تكمل تعليمك، وربنا يوفقك.